بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، تحياتي للجميع. مقدم التدريب الراوي في شرح تقريب النووي للإمام جلال الدين السيوطي يقول الإمام في المقدمة: الحمد لله الذي جعل أنساب من انقطع إليه موصولة، ورفع مقام الواقف ببابه، وآتاه مناه وسوله، وأدرج في زمرة أحبابه من لم تكن نفسه بزخارف المبطلين معلولة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة برداء الإخلاص مشمولة، وللملكوت الأعلى صاعدة مقبولة. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، الذي بلغ به من إكمال الدين مأمولة، وآتاه جوامع الكلم، فنطق بجواهر الحكم، وفاح من حدائق أحاديثه في الخافقين شذا أزهارها المطولة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الأصول الكريمة والأمجاد المأثولة. أما بعد، فإن علم الحديث علم رفيع القدر، عظيم الفخر، شريف الذكر، لا يعتني به إلا كل حبر، يعني كل عالم، ولا يحرمه إلا كل غمر، يعني الغير مجرب، ولا تفنى محاسنه على ممر الدهر. وكنت ممن عبر إلى لجة قاموسه، هكذا يقول الإمام جلال الدين السيوطي كناية عن تمكنه من هذا العلم، وأنه عبر معظم ماء البحر الذي يخوضه في هذا العلم، حيث وقف غيري بشاطئه، ولم أكتفي بورود مجاربه حتى بقرت عن منبعه ومناشئه، أي شققت منبع هذا العلم، وعرفت كيف النشأة، وقلت لمن على الراحة عول، متمثلا بقول الأول: لسنا وإن كنا ذوي حسب يوما على الأحساب نتكل، نبني كما كانت أوائلنا تبني، ونفعل مثلما فعلوا، مع ما أمدنا الله تعالى به من العلوم، كالتفسير الذي به يطلع على فهم الكتاب العزيز، علومه التي دونتها ولم أسبق إلى تحريرها الوجيز، والفقه الذي من جهله فأنى له الرفعة والتمييز، واللغة التي عليها مدار فهم السنة والقرآن، والنحو الذي يفتضح فاقده بكثرة الزلل ولا يصلح الحديث للحان، إلى غير ذلك من العلوم والمعاني والبيان التي لبلاغة الكتاب والحديث تبيان. وقد ألفت في كل ذلك مؤلفات، وحررت فيها قواعد ومهمات، ولم أكن كغيري ممن يدعي الحديث بغير علم، وقصار أمره كثرة السماع على كل شيخ وعجوز غير متلفت إلى معرفة ما يحتاج المحدث إليه أن يجوز، ولا مكترث بالبحث عما يمتنع أو يجوز، ثم ظن الانفراد بجمع الكتب والظن بها على طلابها، فهو كمثل الحمار يحمل أسفارا عاريا عن الانتفاع بخطابها، إن سئل عن مسألة في المصطلح لم يهتدي إلى جوابها، أو عرضت له مسألة في دينه لم يعرف خطأها من صوابها، أو تلفظ بكلمة من الحديث لم يأمن أن يزل في إعرابها، فصار بذلك ضحكة للناظرين وهزأة للساخرين، والله تعالى حسبي وهو خير الناصرين. هذا، وقد طالما قيدت في هذا الفن فوائد وزوائد، وعلقت فيه نوادر وشوادر، وكان يخطر ببالي جمعها في كتاب، هكذا يقول الإمام جلال الدين السيوطي، ونظمها في عقد لينتفع بها الطلاب،
فرأيت كتاب التقريب والتيسير لشيخ الإسلام الحافظ ولي الله تعالى أبي زكريا النووي، كتابا جل نفعه وعلى قدره وكثرت فوائده وغزرت للطالبين موائده، وهو مع جلالته وجلالة صاحبه وتطاول هذه الأزمان من حين وضعه لم يتصدى أحد إلى وضع شرح عليه ولا الإنابة إليه، فقلت لعل ذلك فضل ذكره الله تعالى لمن يشاء من العبيد، ولا يكون في الوجود إلا ما يريد. فقوي العزم على كتابة شرح عليه كافل بإيضاح معانيه وتحرير ألفاظه ومبانيه، مع ذكر ما بينه وبين أصله من التفاوت في زيادة أو نقص أو إيراد أو اعتراض، مع الجواب عنه إن كان مضافا إليه زوائد عليه وفوائد جلية لا توجد مجموعة في غيره، ولا صار أحد قبله كسيره. فشرعت في ذلك مستعينا بالله تعالى ومتوكلا عليه، وحبذا لهذا الكتاب خصوصا، ثم لمختصر ابن الصلاح ولسائر كتب الفن عموما. والله تعالى أسأل أن يجعله خالصا لوجهه، فهو بالإجابة السائل أحرى، وينفع به مؤلفه وقارئه في الدنيا والآخرة. وهذه مقدمة فيها فوائد، والإمام النووي قدمنا ترجمة عنه. أما الإمام ابن الصلاح هو الإمام الحافظ العلامة تقي الدين أبو عمرو عثمان ابن المفتي صلاح الدين عبد الرحمن ابن عثمان ابن موسى الكردي الشهروزي الموصلي، صاحب علوم الحديث، كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه، وله مشاركة في عدة فنون، وكان على العموم عديم النظير في زمانه. توفي سنة 643 هجرية، فصلي عليه بجامع دمشق وله 66 سنة. أما عن الفوائد المستفادة من علم مصطلح الحديث، نلتقي بعد الفاصل. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة.